استمرارا للقاءات اليومية التي تعقد ما بين النواب وبحضور بعض الوزراء، اليوم كان في يعني اجتماع لتقريبا 15 نائب واثنين من الأخوة الوزراء، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور صباح، وأيضا معالي وزير الدولة شؤون مجلس الأمة وزير الخدمات الأخ مبارك الحريص. طبعا كما ذكرت سابقا أن هذه اللقاءات هدفها نقل نبض الشارع واقتراحاته واستفساراته ومخاوفه أيضا إلى الحكومة، وهذا ما تم في لقائنا السابق مع الأخ خالد الروضان واليوم مع الأخوين وزير الدفاع ووزير الدولة شؤون مجلس الأمة ووزير الخدمات. ويعني حتى أذكر أهم ما ذكر، أولا السؤال المطروح دائما على النواب أن هل هناك حظر تجول، وإجابة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن كل الإجراءات الاحترازية واردة، لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجول، وكلما زاد تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلت فرصة استخدام هذا الإجراء الاحترازي. وتوصية النواب كانت بأن أي إجراء يؤخذ يجب أن يكون متدرج ويتم التمهيد له والإعلان عنه وأن لا يكون مفاجئ، لكن في الوقت الحالي جابته يعني نتكلم على المدى القصير لا يوجد نية لاتخاذ هذا القرار بحظر التجول، لكن على المدى المتوسط أو البعيد وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات. لذلك ندعو الجميع ونتمنى على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الحالية حتى لا يستدعي الوضع إجراءات إضافية. سؤال آخر أيضا الموجه دائما من المواطنين لإخوانهم النواب، ووجه أيضا لمعالي وزير الدفاع ومعالي وزير الدولة شؤون مجلس الأمة، هو فيما يتعلق بمتى يتم إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت. والرد هو أن حاليا نحن في المرحلة الأولى وفق قيادة أو وفق توجيهات القيادات الصحية، وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن، ومرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب كافة أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين من الخارج حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض بشكل خارج عن السيطرة في دولة الكويت، مع الالتزام وهذا ما شدد عليه النواب بتوفير كل ما يحتاجه المواطنين الكويتيين بالخارج من إجراءات ليس فقط إعانات مادية وما إلى ذلك، وإنما من إجراءات احترازية لمنع إصابتهم بهذا الوباء كاستئجار فنادق لهم وعزلهم في المناطق الموبوءة ونقلهم إلى من المناطق الموبوءة إلى مناطق غير موبوءة، وكثير يعني من الأمور التفصيلية التي طالبنا الحكومة بأن تعلن عنها وتعلن عن خطتها فيما يتعلق في الكويتيين في الخارج. السؤال أيضا الثالث اللي دائما يسأل المواطنين وهو ما يتعلق في التعليم وخطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق في المراحل الدراسية، ووعدوا الأخوة الوزراء بأن يتم الإعلان عن الخطة الواضحة في أسرع وقت ممكن، لأن الكل محتاج أن يعرف ما هي القرارات وما هي الخطة القادمة واللي على أساسها تترتب الأوضاع تترتب الأمور. كذلك يعني أود أن أوجه شكري للأخ محافظ البنك المركزي اللي كنت على تواصل معه ونقلت تخوفات العديد ومخاوف العديد من النواب وضرورة حماية صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وعدم يعني الأضرار بهم في ظل هذه الأزمة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون مؤقتة. وأشكر على التعميم اللي صدر اليوم والذي يمنع البنوك وشركات الاستثمار من تسهيل أو بيع رهونات المواطنين وخاصة صغار المستثمرين، وقف
التنفيذ عليهم أو بيع رهوناتهم حتى إشعار آخر وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية. كذلك يعني أؤكد بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة وسيبقى دور المجلس في هذه الأزمة قائم بطريقة مفيدة وبطريقة حكيمة عن طريق لقاءات النواب مع الوزراء، وبعد غد سيكون هناك لقاء بحضور وزير الداخلية. طبعا بكرة اجتماع مجلس الوزراء فلن يتمكن أحد من الوزراء من الحضور، لكن بعد بكرة يوم الثلاثاء في نفس الوقت ونفس الموعد سيكون هناك لقاء مع الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أيضا قدم لي اقتراح بقانون مقدم من الأخ النائب دكتور بدر الملا ومجموعة من النواب يتعلق بالطعون ورفع الشكاوى وما إلى ذلك حتى لا تتعرض للسقوط بالتقادم، وهو تعديل مستحق ومهم وسيكون من ضمن القوانين المستعجلة المرتبطة بالأزمة التي سيتم عرضها والتصويت عليها حال تقديم الحكومة للقوانين اللي تحتاجها لمواجهة هذه الأزمة وهذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي الجميع شر الأوبئة والأسقام إن شاء الله. شكرا.